يلا حيهم اليوم. انا من كثر ما اني متحمس للفعاليه هذه لدرجه اني بديت المقدمه عندهم. طبعا اوكي طبعا حقول رز في كل مكان. شوفوا بديت هذا انا عندهم على طول من كثر ما اني متحمس. صحيت كذا قلت يلا بسم الله رحت. اليوم وش عندنا؟ عندنا الاي تي في اللي هو الدبابات، ولكن بطريقه مختلفه. مو بس نظام تقعد تمشي عادي وتروح، لا لا لا، الوضع اكشن، مغامرات، الوضع تدخل في غابه، تدخل في شلالات، شيء مره يحمس. لازم اذا جيت جزيره بالي تسوي هذا الشيء. المكان هذا اللي انا فيه هو الاشهر هنا. أول ما توصل المكان هذا عند الشباب هنا في الاستقبال يورونك كل الأسعار وكل الخيارات وتختار الشيء اللي أنت تحتاجه. أنا اللي خذيته كلفتني 1,400,000. يا ناس والله العظيم حقول الرز أنا طايح بغرامها. المبلغ اللي راح تدفعه هذا شامل أكثر من شيء، شامل ويلكم درينك موجود حاطي لك إياه عند الباب أول ما تدخل، وشامل برضو الغداء والتأمين. لا سمح الله صار شيء، خبطت بخلق الله، صار شيء برضو شامل التأمين. وبرضه يعطونك منشفة، وفي عندهم هنا غرف اللي هو تبديل وشاور، وبرضه اللوكرات موجودة هنا. أنا والله العظيم ترى جايز للمكان هذا. شوف شوف المكان، شوف كل مكان حق الرز، وراي حق الرز. شوف شوف هنا، شوف وراي هناك حق الرز، شوف هناك. وهذه هنا حاطين لك سمك يا كبره كبير مرة. يلا يلا جا دورنا، جا دورنا. الظاهر الحين نروح البوابة عشان نبدل. استعدينا وضبطنا الدنيا. هذا الجروب حقنا اللي طالع. ميزتهم يطلعونكم على 10 اشخاص او 11 شخص، فالحين يجهزوا لنا الدبابات وباذن الله تبدا انطلاقتنا. خليكم معانا. يلا والله العظيم اني متحمس. راح تبدا الانطلاق الحين وتشوف الاوضاع. هذا القايد حقنا ورا، في ناس راكبين اثنين وفي ناس راكبين واحد. انا مع الاشخاص اللي راكبين واحد، اعطونا الدبابات السوداء، واضح ان احنا اقوياء اصلا.
يا المنظر، شوف دخلنا بالغابة يا حلاوة. والله يرد تحس انك راكب خيل يا اخوي، مو بدبابة. ايه تعرف هذاك هذاك، الله يستر عليه، هذاك اللي قدام شكله بيجيب العيد. والله عشان بعيد عنه انا. على شيء ركزوا، ركزوا على اللي قدام، ما هو ضابط الوزنية حقت البنزين. شكله بيهب، شكله رعوطي والله. يا ناس يا رب الغابة يا ناس، يبينا والله نجي نخيم هنا بعدين، يبينا والله. راح يا خوي راح. ايه لازم في الدباب. ايه ليتس جو الطيب بس. يا زيد المزارعين، شوف ابتسامته بس يا اخي، يا زيد الشعب. هلاو هلاو يا حلوك يا شيخ. يقول ان انتبهوا نازلين نزول قوي الحين، هنشوف. كيف يجي الكفرات؟ خليها تضرب عادي، خليها تضرب كفرات، مو مشكلة. خليها توقف. ايوه انتوا عرب صح؟ اه اي اهلا وسهلا، يلا حسين احنا انتوا عرب، تشرفنا فيكم.
مالنا قاعدين ننزل الزيادة وننزل الزيادة وننزل الزيادة. شو شو لحظة خلي بعض القوة. عينكم على المكان يا ربي. أنا والله اني ناسي الدباب ومخاق مع المكان اصلا. ما شاء الله يا ربي. في ناس ضاعوا، نروح ندورهم دول وين راحوا؟ ضاعوا ضاعوا. هلو جايز هلو. جو هذا لو وصلوا. يلا نايس. ليتس جو. تخيل هذا هو ابوه بيجيبون العيد، ابوه قبل شوي قلب الحين باقي هذا، الله يستر عليهم. هذا اللي بنحسوه، هذا اللي بنحسوه الشيطان العيد، بيطيحون طيحه اليمه. يا ناس ترى الموضوع سهل، لا تنظروا اللي قدام تحسبون موضوع صعب، بس فقط ادعس خفيف، يعني وازنها باصبعك وادعس خفيف، لا تدعس كذا. كذا بتطيح. الله يستر عليهم. Going up؟ اوكي. يلا يقول بسم الله، يقول طالعين فوق يا الربع. تمسكوا تقوى. نزلين الحين. الله ايه يا اخي من اول يا لبيك من نفط. ان النفق هذا ممتع مره، هذا احلى شيء. لسه رايحين للشلال، في شلال رايحين له بعد. شوف كذا يا اصدقائي، تطلع من هذا المكان وتدخل مكان ثاني. ايه الحين بنرش مويه. ايه يا شيخ.
تحديدا لي اني بدبابات وادخل كذا بين غابه وشلال وانفاق. تجربه والله مره حلوه. مرحبا. مرحبا رمان. اي ود الشلال كفو والله عليك يا ولد. اي ود شو قال هذاك الثاني قام يعدي صفقه. يلقاك بكسوه. تدخل دخل الشلال غلط. يجي هو بنفسه ويركب معاك وهو يسوق الدباب. ما ادري ليش بنشوف وش السالفه هنا يا ناس. والله عاد بسوق ترى. بس هم اوكي جو. فكر فيه. لا دقيقة. لا العظيم ممتع. وعلى ما تخلص يعطونك كذا منشفه وجيب معك ملابس. انا للاسف طبعا ماني جايب معي ملابس. تجيب ملابس معك وتاخذ شاور وتضبط الامور. ولما تخلص الرحله تختار اي مكان تجلس فيه وبعدين تعطيهم الورقه اللي هم عطوك اياها وبكذا تاخذ الغداء لانه قلنا لكم السعر شامل الغداء. وبنفس هذا المكان هناك في مويه ويجيبون لك اكلك الى هنا وتاكل وتعبي ذا البطن بعد الرحله الممتعه هذه كلها. يس ثانك يو سو ماتش. هذا جاء اكل. ثانك يو. Thank you so much. جيبوا لك الأكل هذا. موية وجاي. اسمعوني والله العظيم ترى الدبابات ما هي مرعبة أو مخيفة للناس اللي ممكن أول مرة تبي تجرب هذا الشيء. اللي قدامي اثنين ذولي كانوا مطفوقين شوي. اللي مرة مو غشيم لا ما تعدى المرحلة هذه. اللي يلف ويضرب الموضوع بسيط. الدعس على خفيف وامورك طيب ومعك فرامل. اسحب الاثنين مع بعض. اذا حسيت ما قدرت توقف اضغطهم الاثنين مع بعض توقف على طول. امورك كلها زي العسل. بيض والله العظيم احلى شيء في المكان هذا حقول الرز. المنظر كذا كيف ممتد كذا قدامك الين ما تشوف اخر شيء شجر وكل اللي جنبك حقول كذا. ويا اخي المنظر والله العظيم انه الكاميرا تظلمه. المنظر مره حلو.
وبكذا وصلنا لنهاية المقطع. يعطيكم الصحة والعافية على المتابعة. أتمنى من كل قلبي أن أنا وفقت بنقلي للتجربة هذه، وجربوها والله العظيم أنها تستحق. لا تنسى اللايك والكومنت، تساعدني مرة كثير أنك ترفع مقطع بخوارزميات اليوتيوب، وبكذا يوصل الناس أكبر وأقدر أكمل في صناعة المحتوى. نشوفكم إن شاء الله في المقطع الجاي. السلام عليكم.